شكرا جزيلا لسيادتكم، وأعتقد أنك كنت تتحدث أنك تقوم بالعمل على الكثير من الإصلاحات، وأهنئك وأهنئ سيادتكم بذلك. وأعلم أن الكثير من ممثلي القطاع الخاص الذين يستمعون إلينا يعرفون أن هناك الكثير من التغييرات والإصلاحات التي حدثت، والكثير من التفاعل والتعامل مع القطاع الخاص، سواء كنا نتحدث عن القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص خارج مصر. وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي نراها لمسيرة الاستثمار وللدور القيادي وأيضا للمخصصات والإسهامات الخاصة بالقطاع الخاص. ولقد ذكرت الكثير من الأمور التي كنتم تقومون بها وبعض الأهداف الخاصة ب 2027 وخلال الأعوام القليلة القادمة، وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص ذكرت دور القطاع الخاص. فما هي الخطوات التالية التي تراها سيادتكم؟ أود أن أبدأ بأن أقول أن برؤية مصر 2030 قمنا بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية يمكنها قيادة الدولة. فبالطبع الأربعة قطاعات التي نؤمن أنها يمكن أن تلعب دورا هاما بالنسبة لنمو الاقتصاد هي الصناعة، الزراعة، الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، وأخيرا وليس آخرا السياحة. هذه هي القطاعات الأربع. نحن نؤمن تماما أن القطاع الخاص يجب ربما سيحظى بحتى 100% من الإسهامات في هذه القطاعات الأربع. وأود أن أقول أن حتى يمكننا أن نغير هذا كل هذه الأمور إلى عمل فعلي، ننخرط خلال الأعوام الماضية أو العام الماضي للقيام بالكثير من التعديلات في اللوائح التنظيمية، وخصوصا بالنسبة لقوانين قانون الاستثمار وعدة لوائح تنظيمية وقوانين أخرى يمكن من خلالها تيسير وتسريع هذه العملية حتى يمكن الحصول على التراخيص والموافقات للقطاع الخاص بالشكل السليم وبالشكل السريع للإنشاء وللائتمان من عدة هيئات بالدولة. وهذا بالإضافة إلى بعض الحوافز التي قمنا بوضعها، وقمنا بإطلاق عليها الرخصة الذهبية. ومن خلال الرخصة الذهبية يمكن الحصول على موافقة واحدة من مكتب رئاسة الوزراء بصدد المشروع الخاص بكم إذا كان قد استوفى بجميع المعايير في هذه القطاعات الأربعة التي قد ذكرتها. يمكن الحصول على موافقة واحدة فقط من خلال مكتب رئاسة الوزراء، ومن خلال هذه الموافقة الواحدة يمكن القيام أو البدء بأعمال الإنشائية أو ما إلى ذلك بدون الخوض مع الكثير من الهيئات أو الأمور أو الهيئات والسلطات البيروقراطية التي في بعض الأحيان استمعنا الكثير من الشكاوى من خلالها. ونحن قمنا بإصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات بالفعل تقوم بالتشغيل والعمل والإنشاء في شركات كبرى قد بدأت، وحتى مصانع بدأت بالعمل وبالتشغيل، وهي ستقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملها. لا أود أن أقوم بإعطاء الأمثلة مثل الأسماء، ولكن لدينا الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية العالمية التي قد بالفعل بدأت بالعمل في مصر والتشغيل في مصر بسبب هذه الميزة. وهنا في مصر لدينا الوصول للطاقة وإتاحة الطاقة وأيضا مهارة العمالة، فهناك الكثير من الميزات في مصر. فالرخصة الذهبية مهمة للغاية، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز المعنية ربما الضرائب والكثير من الحوافز الأخرى التي ربما لزملائي ستسنح لهم الفرصة للشرح المزيد
المزيد من التفاصيل عنها. كل هذه الأمور تعمل على رفع إسهامات القطاع الخاص في العام الماضي. والسيد وزير أو السيدة وزيرة التخطيط تعرف الكثير من الأمور والتفاصيل والأرقام والإحصاءات، ولكن في العموم نحن نرى الكثير من التقدم والعمل من أجل أهدافنا خلال العامين أو ثلاثة أعوام القادمة لحصول القطاع الخاص على 65% من إسهام في هذه القطاعات. وأيضا وضعنا سقف للنفقات المصروفات العامة بجميع أنواعها، وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء لتريليون جنيه مصري لأن تنفق كسقف للنفقات من خلال جميع الوزارات والهيئات والسلطات، وهذا سيكون هو الحد الأقصى لهذه النفقات، والبقية ستكون من خلال القطاع الخاص. أعتقد أن هذه ضمن الخطوات التي قمنا بها. وأخيرا وليس آخرا، وأعتقد أن الكثير منا يعلم ذلك، أن في ديسمبر 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة، وهو مستند قمنا بتجهيزه بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضعنا أهداف محددة ومؤشرات محددة أيضا بصدد القطاعات التي ستساهم فيها أو سيساهم فيها القطاع العام أو القطاع الحكومي، وكيف يمكن أيضا أن نقوم برفع مستوى إسهامات القطاع الخاص خلال ثلاثة الأعوام القادمة. وأخيرا بعض القطاعات التي لا نهتم كثيرا بدخولها بداخل الاقتصاد المصري، هذا يعني أننا أتحنا فرصة أو أتحنا رؤية لاهتماماتنا كحكومة بالإسهام في أي قطاعات. وأنا كنت أتحدث مع سيد وزير المالية كخطة الضرائب لمدة خمسة أعوام ستكون بالطريقة يطفي عليها الشفافية، والجميع سيعرف ما سيحدث في الإجراءات الخاصة بالضرائب. كل هذه الإجراءات والإصلاحات والتعديلات خصوصا المعنية بالقطاع الخاص، أنا أعلم أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، وأنا حريص بشكل أسبوعي لأن أزور الكثير من المنشآت والشركات التي يشغلها القطاع الخاص حتى أستمع لاحتياجات القطاع الخاص ولتخطي أي عقبات أو تحديات تواجه القطاع الخاص. وهناك أيضا وحدة تحت إشرافي الشخصي لتخطي هذه العقبات، وبالطبع بالتعاون مع الـ IFC أو المؤسسة قمنا ببدء وحدة بالوحدة التي تعمل على بدء العملية الخاصة بالنظر إلى الأصول الحكومية، وكيف يمكن أن يكون للقطاع الخاص الدور لإدارة هذه الأصول الحكومية، لأننا نعمل أن القطاع الخاص لديه فعالية عالية لإدارة وتشغيل مثل هذه المنشآت، ونحن نحاول أن نعمل بجد للعمل من خلال هذه الوحدة المعنية بالأصول وأيضا الصندوق المصري السيادي، لأن نقوم بطرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء. من الواضح كل الأمور التي قمت بشرحها والخطط التي تقومون بوضعها لاتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، سواء كنا نتحدث في القطاع الخاص أو
القطاعات الأربع التي تحدثت عنها للنمو أو نحو النمو الاقتصادي، وأعتقد أنه مسار رائع أيضا. وأشكرك أيضا لشرح الأمور الخاصة بتيسير وتسهيل الرخص والموافقات الخاصة بالشركات والمنشآت القطاع الخاص، والحوافز أيضا التي تم وضعها لهذه الشركات والمنشآت. لدي سؤال أخير، كل الأمور التي تحدثت عنها في الفترة القادمة، ولكن ما هي المخاطر التي تراها سيادتكم خلال الأعوام القليلة القادمة؟ صراحة أود أن أتحدث لجميع من هم هنا معنا اليوم. لنا داخليا أنا أثق بجميع الإجراءات التي اتخذناها، لأن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر، ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج. ما يحدث الآن في المنطقة من حولنا يؤثر، وخصوصا في حدودنا أو حول حدودنا، وهذا معني بما نراه يوميا في الأمور الجيوسياسية، هي التي تمثل الخطر أو المخاطر الأساسية التي يمكن أن تضر رؤيتنا الاقتصادية طويلة المدى. ونحن نتمنى من خلال المجهودات التي نحاول أن نقوم بالعمل عليها لتهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث من حولنا، أن تهدأ الأمور قليلا، لأن هذا ما حدث أو ما تعاملنا معه بالطبع ما يحدث في غزة، وله أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين وكل والنقل وكل ما حدث بالنسبة للتجارة الدولية. وبالنسبة لنا بالإضافة لكل هذه الأمور، هذا أيضا نتج عنه أن انخفضت الموارد التي تأتي من قناة السويس وهي من العملة الأجنبية. كل هذه الصدمات الخارجية التي لسنا مسؤولين عنها، ولكن نتمنى ولكن نتمنى أن هذه الأزمة تهدأ قليلا خلال هذا العام، حتى يمكن أن نمضي قدما كما نتمنى جميعا وكما نخطط أيضا. وبالتقاطع عن هذا الأمر، مثل الكثير من الدول الآن نحن نرى تغيير المناخ الذي يحدث من حولنا، ونحن دولة تشهد وتعاني من ندرة المياه وأثر الأثر الخاص بتغيير المناخ والاحتباس الحراري، وخصوصا في الساحل الشمالي والدلتا تتعرض لارتفاع مستوى البحار. كل هذه الأمور بالطبع توجه الحكومة المصرية لأن تبدأ قدرات ومنصات لأن تبدأ بمبادرات وطنية ومنصات وطنية تركز على الأمور المعنية بالمياه والطاقة والغذاء وما يطلق عنها منصة نوفي أو مبادرة نوفي، ونعمل مع شركاء عن قرب حتى يمكننا أن نتخطى المخاطر التي تحدث بسبب الاحتباس الحراري وأيضا تغيير المناخ. فأتمنى أنني قد قمت بتلخيص بعض المخاطر التي يمكن أن نواجهها في الأعوام القليلة القادمة، ونتمنى أن نتخطاها، ولكن للأسف معظمها هي مخاطر خارجية ليست معنية بأي سياسات أو استراتيجيات بداخل الدولة، ولكنها بعض الأمور الخارجية التي نتمنى أن نتخطاها. شكرا جزيلا، شكرا لرؤيتكم، وكانت كان هذا حوار رائعا للغاية ومثيرا للاهتمام أيضا، وتعلمنا كثيرا من ما ذكرته للتو،
وقمت أيضا بالتركيز على بعض الأمور التي نتوقعها، وبالطبع المؤسسة الدولية هنا لدعم المواطنين بمصر والنمو والتقدم في مصر، وأيضا مع زملاء وشركاء من ميغا نحن هنا لدعمكم للتصدي بعض المخاطر، ويمكن أن نساعدكم ربما في التكيف وبناء المرونة الخاصة بتغيير المناخ. الحوار الرائع والذي به الكثير من الآراء المهمة، شكرا جزيلا. وأود أيضا أن أرحب بجميع الضيوف والشركاء هنا، سواء كنا نتحدث عن الجانب المصري أو الجانب الخارجي، ونحن نلتزم كحكومة لأن نسهل المسار من أجل التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، ونحن نود أن ندعم هذا القطاع بشكل جدي، وأنا مكتبي مفتوحة 24 ساعة في الأسبوع لتلقي أي طلبات أو حتى شكاوى من تأتي من أي تحديات، وأنا ملتزم تماما بأن أحلها جميعا من أجل القطاع الخاص. شكرا جزيلا.